اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات فلك للناس المستعجله. في السلسله دي احنا بنقدم معلومات فلكيه سريعه للناس المستعجله، لهواة الفلك اللي عايزين اجابات سريعه وخفيفه يعني لاسئلتهم الشائعه. تقدروا تشوفوا السلسله على صفحتنا، هتلاقوا في الفيديوهات قائمه الفيديوهات هتلاقوا قائمة بعنوان فلك للناس المستعجلة، هتلاقوا فيها شوية فيديوهات، فتابعوا شوفوا الفيديوهات القديمة وتابعوا الفيديوهات اللي جاية. تقدروا كمان تشوفوا محاضراتنا اللي بننزلها بشكل دوري، في محاضرات كاملة كبيرة عن مواضيع متخصصة جدا في الفلك ومواضيع شيقة كمان. موضوعنا النهاردة اللي هناخده في شكل سريع كده هو مهمة أبولو 11 اللي وضعت أول إنسان على القمر سنة 1969 في شهر يوليو تحديد، واحنا هنشرح بشكل سريع ازاي قدرنا نطلع من الارض ونروح لحد القمر وننزل اول انسان على القمر يمشي شوية وبعدين يرجع تاني على الارض، كل ده بتكنولوجيا 1969. وكل ده كان ممكن عن طريق الصاروخ العملاق اللي قدامنا دوت، ده صاروخ ساترن في اللي استخدموه عشان يروحوا للقمر. هو صاروخ ضخم، صاروخ مش صغير، يعني احنا لو جينا قارناه بإنسان ففي هنا شخص صغير خالص كده، ده حجم إنسان بالنسبة للصاروخ، تمام؟ وهيبان في الآخر أصلاً الإنسان يعني الشخص دوت بيقعد فين في الصاروخ ده كله، طبعاً بيقعد فوق مش بيقعد مش في النص يعني. عشان تقارنوه كمان مثلا بصواريخ تانية او كده، احنا عندنا ورا هنا في صاروخ اريان 5 بتاع وكالة الفضاء الأوروبية والسبيس شاتل او مكوك الفضاء بتاع ناسا. يمكن مش باين الحجم شوية، ولكن يعني الصاروخ دوت في الحقيقة هو طوله 111 متر، وهو لحد النهاردة اقوى صاروخ تم استخدامه على الإطلاق. ومش معنى ان هو لحد النهاردة اقوى صاروخ تم استخدامه ان احنا مش عارفين نعمل واحد زيه، ولكن طبعا تكلفة ضخمة جدا ان انت تبني صاروخ زي دوت. وقتها كان ناسا عندها دوافع، او امريكا بشكل عام كان عندها دوافع كبيرة ان هي تدفع فلوس في بناء ضخم زي ده. يعني ساترن في ما اتبناش منه كميات كبيرة، يعني هو اتبنى منه حوالي 12 او 13 صاروخ بس اللي هم غطوا رحلات ابولو كلها. وطبعا التجارب اللي كانت اتعملت، يعني ابولو 11 ما كانتش اول مهمة للقمر، بالعكس كان في مهمتين قبلها، في مهمة راحت لحد القمر لفت ورجعت دي كانت أبولو 8، وفي مهمة راحت وعملت مناورة للهبوط ولكن ما هبطتش، كل ده عشان بيجربوا السيستمز بيجربوا المعدات اللي احنا هنشوفها دلوقتي عشان يشوفوا هل هينفع، هل يعني الموضوع ماشي كويس ولا لا، كأنك بتجرب الصاروخ قبل فعليا ما تهبط بيه يعني. لحد لما وصلوا لأبولو 11 في يوليو 1969 وهبطوا هبطوا باللي هو اللونر لاندر اللي سموها ايجل على القمر. ساعتها كان باز ألدرين ونيل ارمسترونج وعرفوا يرجعوا تاني للارض بسلام. طيب الصاروخ دوت هو زي ما قلنا هو بارتفاع حوالي 111 متر في الحقيقة. النسخة اللي معانا هنا ديت ارتفاعها تقريبا 70 سنتي بس. يعني الصاروخ متقسم بشكل أساسي لثلاث أجزاء رئيسية. أول جزئين اللي هما تقريبا بيكونوا نص الصاروخ بس عشان يطلعونا لمدار حوالين الأرض، تمام؟ واضحة؟ احنا هنشوف كل ده دلوقتي بس عشان عايز أشرح لكم الأول، يعني احنا ده حجم الصاروخ الأساسي. الجزء الأولاني من الصاروخ، تمام، اللي هو الجزئية دي كده ديت اللي هي فيها خمس محركات من F1، المحرك اسمه F1، ده من أقوى المحركات اللي اتعملت لحد النهاردة برضو. طبعا يعني هو المحركات هنا المساحة دي كلها هي تانك الوقود بتاع المحركات، تمام، دوت عشان بيطلعنا الطبقات الأولانية بس من الغلاف الجوي، بيتم استخدامها تقريبا لمدة يعني عدة دقائق بس قبل ما تنفذ بالكامل. وبعدين اللي بيحصل إن احنا بنفصل عنها، طبعا دي بتترمي خلاص، يعني هي تانك بنزين ومحرك. بعد ما بنوصل تقريبا لارتفاعات عاليه شويه من الغلاف الجوي بعد حوالي 5 دقائق او كده او اكتر شويه، ديت المرحله الاولى بتفصل وبيبقى معانا الجزء ده من الصاروخ، تمام. عندنا هنا خمس محركات اصغر برضو تانك بنزين،
بنزين يعني، هو وقود اللي هو بيبقى اكسجين سائل ووقود سائل تاني متخزن في التانك. برضو دي بترفع المدار بتاعنا حوالين الارض لمساحة اكبر شوية، الارتفاع اعلى شوية، تمام، لكن مش بتحطنا في مدار كامل حوالين الارض. فبنبتدي نطلع، خلاص احنا بنطلع بدأنا نوصل لطبقات العليا من الغلاف الجوي، الوقود بتاع دي بيخلص. اللي بيحصل ان احنا بنفصل دي كمان عشان تشوفه، فدي كمان بتتفصل وبتقع على الارض تحت، مش تبعنا دلوقتي، خلصت خلاص. بيبقى معانا الجزء دوت من الصاروخ. الحته اللي فوق ديت احنا ما اتكلمناش عليها لان هي جت متاخره شويه. الحته اللي فوق ديت دوت الاسكيب لونش، الاسكيب لونش سيستم، او يعني سيستم الهروب يعني. وده كان بيستخدموه عشان ياخد الكبسوله، احنا عندنا الكبسوله الصغيره خالص اللي فوق ديت اللي قاعدين فيها رواد الفضاء اغلب الرحله. لو حصل مشكله في الصاروخ، الكبسوله الجزء ده بيروح واخد الكبسوله بمحركات في الجنب ويروح يبعدها عن الصاروخ الاساسي عشان ما ينفجرش. طبعا لما بيطلعوا الفضاء الجزء ده خلاص انت ما بيبقاش محتاجه، فهو هو بينطلق غصب عنه يعني، هما بيفصلوه وبينطلق بعيد لان انت خلاص ما بقاش ليه اي لازمه يعني. والجزء ده اتحط بعد ما حصلت كارثه الحقيقه او حادثه ضخمه جدا اودت بحياه 3 رواد فضاء في ابولو 1. ده كان هي اتسمت بعد كده بابولو 1، ولكن هي كانت اختبار للصاروخ يعني. هما كانوا بيجربوا الصاروخ بس على منصه الاطلاق قبل ما يطلقوه، وراحوا رواد الفضاء كانوا قاعدين جوه وحصل حاجه ولعت نار او كده، وطبعا اتحبسوا جوه ما قدروش يطلعوهم يعني. الصاروخ هو اللي ولع من تحت، لكن ديت كانت سليمه لحد طبعا ما النار وصلت لفوق. لو كان عندهم ديت كان هيقدروا ينقذوا حياه رواد الفضاء، ولكن طبعا للاسف ما قدروش ينقذوا حياتهم. وجات الاسكيب لونش سيستم بعد كده للامان يعني. طيب فاحنا وصلنا دلوقتي للجزء دوت اللي فضل معانا من الصاروخ كله. اللي بيحصل ان احنا دلوقتي خلاص طلعنا تقريبا للفضاء، ما بقاش فيه اي عوامل زي مثلا الغلاف الجوي او كده بيأثر علينا بشكل قوي، فاحنا مش محتاجين محرك كبير طبعا اصلا، مش يعني وزن الاساسي للصاروخ قل جدا عشان رمينا جزء كبير منه. اللي بيحصل ان المحرك الجزء دوت بيبتدي يحطنا على في مدار حوالين الارض، تمام. شايفين احنا كل ده اترمى، اللي فضل الجزء الصغير ده وده بيحطنا في مدار حوالين الارض، تمام. ساعتها كان مدار ارتفاعه حوالي 117 ميل حوالين الارض. طيب بعدين ايه اللي بيحصل؟ بنبتدي نعمل مناوره عشان نوسع المدار بتاعنا بحيث ان هو يوصل للمدار بتاع القمر. بمعنى ايه؟ احنا مش بنفلت من جاذبيه الارض، ولكن احنا كاننا بنبعد شويه لحد لما نوصل قريب من جاذبية القمر فنقع في جاذبية القمر فالقمر يشدنا. فده اللي بيحصل، بنروح مشغلين المحركات بتاع الصاروخ دوت بعد ما خلاص احنا وصلنا لمدار ثابت حوالين الأرض. لو سيبنا الصاروخ هيفضل يلف في مدار ثابت حوالين الأرض، بنبتدي نشغل المحركات ديت في اتجاه معين عشان نزود سرعة الصاروخ، فالمدار بتاعنا يبتدي يوسع لحد لما نتحط على حاجة اسمها ترانس لونر اوربت، اللي هو مدار هو هيوصلك للقمر بس انت لو فضلت مكمل فيه انت هتسيب القمر وتمشي لان انت ماشي بسرعه عاليه، تمام. فاحنا بنتحط على المدار دوت اللي هو بياخد حوالي، احنا عشان ساعتها هم وصلوا تقريبا القمر 19 يوليو، الاطلاق كان 16، حوالي 3 ايام. طيب استهلكنا الوقود بتاع ده كله عشان يحطنا في المدار دوت، هل هناخد ده معانا؟ لا. اللي بيحصل ايه؟ الجزء اللي فوق دوت، الجزء اللي فوق ده بيفصل عن المركبه. طبعا هما دلوقتي ماشيين مع بعض يعني بسرعه واحده، الجزء ده بيفصل، تمام. وبعدين طبعا عشان ما عنديش ايد تانية، هو بيفضل ماشي يعني، هما بيفضلوا ماشيين مع بعض في المدار. اللي بيحصل ان احنا هنا شايلين حاجه مهمه جدا، تمام، اللي هي المركبه اللي بيهبطوا بيها على القمر. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا قلنا دوت كان متركب فوق، تمام، هو بيفصل وبعدين بيعملوا مناورة عشان يجوا وهم في الفضاء ماشيين مع بعض عشان يلحموا مع بعض، تمام، وبالتالي يطلع دوت. ده كده مش محتاجينه، ده بيترمي بالكامل برضو
طبعا بيفضل في مدار بقى اللي هو اتحط عليه الاول، نحطه تحت كده، وبيفضل معانا الجزء ده بس الصغير ده. انا حتى انا كنتش عامل حسابي ان الموضوع هيبقى صغير قوي كده، محتاج نقرب شويه. بيفضل معانا الجزء ده تمام، اللي هي اللونر موديول والمكوك اللي هم اللي قاعدين فيه يعني. طيب ده بيروح لحد القمر، احنا قلنا احنا ماشيين بسرعه عاليه جدا، فبنعمل ايه؟ طبعا هو مثلا ماشي يعني، ده الاتجاه اللي هو ماشي فيه وماشي ناحيه القمر. محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نبطئ سرعتنا. اللي بيحصل انهم بيروحوا لافين اتجاه يخليه باصص عكس اتجاهه، يعني هو ماشي كده بس هو باصص الناحيه التانيه، يشغل المحرك فيبتدي يبطئ سرعه المكوك. يعني هو ماشي بسرعه يبتدي يبطئ سرعه المكوك لحد لما يتحط يقع في مدار حوالين القمر. تمام؟ طيب وقعنا في مدار حوالين القمر، خلينا نبين شويه، ايوه حلو كده، وقعنا في مدار حوالين القمر. دلوقتي احنا بقينا بنلف في مدار حوالين القمر طول الوقت. اللي حصل ساعتها ايه؟ هما كانوا 3 رواد فضاء، مايكل كولينز وباز ألدرين ونيل ارمسترونج. اللي حصل دلوقتي ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نهبط على القمر. هما راحوا، مايكل كولينز فضل في المكوك تمام، وباز ألدرين ونيل ارمسترونج انتقلوا للي هو اللونر موديل اللي هما يهبطوا بيها. حلو، وفصلوا عن بعض. دوت فضل يلف حوالين القمر تمام، هيفضل يلف في مدار حوالين القمر. مايكل كولينز قاعد لوحده، هنسيبه هنا على جنب شوية تمام. طيب ديت هتعمل ايه؟ ديت عندها محركات هنا صغيرين. اللي بيحصل ايه؟ ان هي برضو هي ماشية في مدار حوالين القمر، بتبتدي تبص عكس اتجاه حركتها، تشغل المحرك فسرعتها تبطأ، فيبتدي مدارها القمر، لان هو انت دلوقتي بطأت سرعتك بالنسبة للجسم اللي انت بتلف حواليه، فتبتدي المدار بتاعك يصغر يصغر لحد لما يقع على السطح القمر تمام. طيب خلاص، بتفضل تبطأ سرعتها لحد لما تبتدي ايه، تهبط على القمر، تفضل تبطأ لحد لما تهبط على القمر ولحد لما تنزل بالشكل ده. اوكي، اعتقد هنا باين افضل تمام. بتهبط بالشكل ده وهكذا، خلاص طلعنا، عملنا، صورنا. نيل ارمسترونج قال ديت خطوة صغيرة للإنسان وخطوة كبيرة وقفزة كبيرة للبشرية. اللي بيحصل بعد كده، احنا دلوقتي عايزين نرجع. احنا اتفقنا ان دوت بيلف حوالين القمر تمام، ودول هبطوا هنا. رواد الفضاء بيركبوا في، طبعا هم قاعدين في الجزء ده، الجزء ده لوحده بيفصل بالشكل ده تمام. عندنا طبعا هو في المفروض محرك تحت، الجزء ده بيفصل ويبتدي يطلع عشان يقابل المكوك دوت في المدار بتاعه حوالين القمر تمام، بيلتحموا تاني بالشكل ده، وبعدين رواد الفضاء ينتقلوا من الجزء ده للمكوك الرئيسي. دلوقتي احنا مش محتاجينه، فده بيفصل خلاص، بيترمي او بيفضل بقى في مدار حوالين القمر، وده بس اللي بيفضل معانا. دلوقتي احنا بنلف في مدار حوالين القمر، بنعمل ايه؟ بنشغل المحركات عشان نزود سرعتنا في اتجاه الحركة، فنزود ونوسع المدار بتاعنا، وبالتالي لحد لما نوصل لمدار يوقعنا في جاذبية الأرض تاني. وبعدين طبعا بتوسع المدار دوت، بتفضل خلاص انت وصلت للمدار اللي انت محتاجه، بتفصل المحرك. انت في الفضاء مش محتاج تفضل مشغل المحرك عشان تفضل ماشي، لان انت مفيش، انت في العربية مثلا لو سايق عربية طول ما انت دايس بنزين انت ماشي، اول ما بتسيب بنزين انت بتقف. لكن في الفضاء مش كده، انت لو وصلت سرعتك لسر... لو 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 وصلت بسرعتك لسرعة معينة فانت هتفضل ماشي عليها طول الوقت. طيب حلو، وصلنا للمدار اللي احنا عايزينه، ما بقيناش محتاجين اي حاجة غير ان احنا طبعا المدار دوت بيتقاطع مع الارض، مش بيلف حوالين الارض لكن بيتقاطع مع الارض، يعني احنا لو فضلنا مكملين فيه هنقع على سطح الارض. خلاص ما بقيناش محتاجين الجزء ده، فالجزء ده كله بيفصل. طبعا هو بيفصل بعد ما بيوصلوا للارض، يعني انت خلاص انت زودت سرعتك، بدأت تبعد عن القمر وبدأت تتقرب على الارض وانت راجع، الجزء ده بيفصل بالشكل ده خلاص، ده برضو بيترمي، وبيفضل معانا من الصاروخ ده كله القطعة دي بس، المكوك الصغير خالص اللي هو قاعد فيه 3 رواد فضاء دوت. بينزل بالسرعة العالية بتاعته، بينزل على سطح الأرض. طبعا احتكاكه بالغلاف الجوي بيبقى فيه هنا درع حماية في الجزء اللي تحت، وده بيبطئ سرعته الاحتكاك دوت لحد لما ينزل للطبقات العليا للغلاف الجوي، وبعدين تشتغل الباراشوت لحد لما يهبطوا على الأرض ويرجعوا. المهمة ديت قعدت قد إيه؟ قعدت 8 أيام تقريبا، من يوم 16 لحد يوم 4، يعني إطلاقا يوم 16، الهبوط على القمر كان يوم 20،
يوليو، والرجوع والهبوط على الأرض كان يوم 24 يوليو. كل ده حصل 1969، من حوالي 50 سنة فاتت. دي حلقتنا النهاردة، مش هنطول عليكم، تخشوا تابعونا وشوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات الجديدة، وهنجاوب على أسئلتكم في التعليق.